المزيد مع ليث بازاري من باريس. متابع. أهلا بكم في مدينة الأنوار، لكن الأنوار في هذه المنطقة قد تطفأ قريبا. هذه قصة الأزمة الكبيرة التي يعاني منها هذا البلد وتعاني منها هذه القارة أوروبا. الأزمة هي أزمة طاقة معقدة ومركبة. روسيا تقطع الغاز، ألمانيا تعود للفحم، وفرنسا البلد الأكثر اعتمادا على الطاقة النووية والأقل اعتمادا على الغاز الروسي تطفئ مفاعلاتها النووية. الطاقة النووية تشكل ثلثي الكهرباء في فرنسا، لكن القطاع يعاني من ديون شديدة تبلغ 43 مليار دولار تحديدا. محطات نووية تتوقف لأنها تعاني من القدم ومن موجات الحر، وتعاني أيضا من سنوات من ضغط التيارات السياسية البيئية التي تكره الطاقة النووية. وخلف نهر الراين معاناة في ألمانيا، إذ أعلنت الحكومة لتوها العودة إلى رفع إنتاج الكهرباء من الفحم. إنها انتكاسات متتالية لجهود مكافحة تغير المناخ في أوروبا، وكل ذلك بسبب حرب أوكرانيا. الأخطر في الموضوع، دون حل لأزمة الطاقة هذه القارة ستشعر بالبرد، ربما بالبرد الشديد خلال الشتاء المقبل. ليث بازاري.